في نهاية العقد السبعين وانطلاقاً لليوم، زادت معالم الجمال والفن العمراني حول المملكة العربية السعودية كاملة. شفنا الأبراج، بداية من أبراج المياه والتلفاز إلى الفن المعماري المعقد في مبنى وزارة الداخلية في الرياض، برج البنك الأهلي في جدة. شفنا أيضاً ثورة الفن في شوارع المملكة المختلفة مثل الرياض وجدة ودوراتها، مثل دوار الفلك والدراجة والكرة الأرضية وغيرها.